متابعين معكم وانا ودكتور نبيل قرنفل بلشنا نحكي بحديثنا عن النشاط اللي راح يصير ان شاء الله نهار الاحد ضمن اطار نشاطات عديده راح تصير ان شاء الله بمناسبه اليوم العالمي لكبار السن ب 21 الاول، ولانه هالنهار كثير مهم وهالاشخاص كثير كثير عزيزين على قلبنا، شغلوا معنا كل عمرنا، سهروا على راحتنا، نحن لازم اقل شيء نكرس لهم مش نهار واحد انما كل ايام السنه اكثر، نعطيهم حقهم ونجرب قد ما بنقدر نرجع نرد الجميل يعني ولو بسيط، بس انه نرجع اكيد نقدر لهم كل التعب اللي تعبوه معنا بخلال ايام صغرنا، لانه بضل الولد ولد قد ما كبر، حتى ما دائما بنقول بس نحن وصغار لانه هن بضلهم كل وقت عتلانين همنا. دكتور نبيل قرنفل، حضرتك عضو ايضا بنادي الروتري وراح تكون عم بتنظم لاول مره الاحتفال اللي راح يصير بجنينة الصنايع ان شاء الله نهار الاحد المقبل، ونحن راح نكون كمان موجودين معكم على الارض. اهلا وسهلا فيك دكتور نبيل. اذا من الاول بنعرف شوي المشاهدين على نادي الروتري بيروت وقبل ما نخوض بنشاطاته اللي هي راح تكون ضمن نشاط نهار الاحد ان شاء الله. شكرا اول شيء وكل عام وانت بخير وانت بالف خير، وشو هالانترودكشن الحلوه على كبار السن. هو فعلا ممنونك على قصه اتكلم عن منظومه الروتري. مشان الروتري تاسس 1905، بول هاريس اسسه بمدينه شيكاغو. نعم. وتقريبا موجود بشي 124 دوله وبيضم 1.2 مليون عضو. والفكره من الروتري يكون باكثريه الدول، وفي موجودين بالدول العربيه مثلا بلبنان، هو اول نادي بلبنان تاسس سنه 31 هو نادي روتري بيروت، ولكن موجود بالاردن وبفلسطين وبالبحرين بمصر وبالامارات بدبي ويمكن بغير دول بالسودان وكل. نعم. هي الفكره الموتو تبع يعني سلوغن تبع الروتري خدمه المجتمع في المقام الاول. وطول عمره نشاطاتهم كانت لها علاقه بالبيئه، بسلامه المياه، بالمياه الشفافه، بالتصريف. ولكن اكبر انجاز للروتري ويمكن الناس ما كثير عارفينه هو انه سنه 89 بداوا هن لحالهم اشتغلوا لاستئصال مرض شلل الاطفال. اها البوليو. البوليو. نعم. كان جمعوا تقريبا 1.2 بليون مليار دولار من اعضائه. واشتغلوا مع منظمه الصحه العالميه، وهلا فعلا ما في الا 3 دول بعدها موبوبه بمرض شلل الاطفال اللي هن دول عم تعاني حروب مثل افغانستان وباكستان وصوماليا. نعم. بس هن قاموا بهالنشاط الرائد، وفعلا من وقتها صار عندهم اهتمام كثير اكثر بالامور اللي بتعني المجتمع. ونحن نادي بلبنان في 24 نادي. نعم. في نادي روتري الشوف، طرابلس، صيدا، في كذا واحد ببيروت، وكلهم بيتعاونوا سوا. وهي المفروض تكون نوادي تخدم مجتمع، مش هيك في عندك 24 نادي يعني. نعم. ما بحبوا المجتمع النادي اللي عنده 2000 عضو، بفضلوا نوادي الاصغر يعني. صحيح، وهيك بتصير تقدر تنسق مع بعضها دغري وتكون فعاله اكثر على. صحيح. على الارض. دكتور نبيل، حضرتك بالاصل طبيب اطفال، انما. صحيح. لم تمارس طب الاطفال، انما تفرغت اكثر لتكون مستشار بجمعيات ومنظمات. صحيح. عالميه ودوليه متعلقه بموضوع الصحه، وحضرتك استاذ للصحه العامه. نعم. ايضا بالجامعه. هيدا الشيء بيخليك اكثر يمكن كمان تقدر تطلع على موضوع النظم الصحيه. صح. اللي هي اساسيه بالتعاطي مع كل الاعمار، انما بالدرجه الاولى كثير اساسيه بحياه المسن. صح. او الشخص اللي بيصير كبير بالعمر شوي اذا فينا نقول، حتى ما نحطهم بهيك لحالهم على جنب. قديش فعلا هالامور عم تقدر تشتغلها وتشتغلوا عليها لحتى تحافظوا على صحه المسن ونقدر نامن له عيش كريم وحياه مديده كمان هو مرتاح؟ والله اول شيء بهنيك على التلخيص رهيب. ما هي انا اهتمامي كان، انا بلشت طبيب اطفال واخذت الامريكان بورد ودرس، ولكن انا من خلال سنوات الريزدنسي صرت مهتم بقضيه انه تشوفي واحد يعمل للاطفال تما يمرضوا. ايه. مش هناك عملت دكتوراه وقتها بجامعه هارفرد بالنظم الصحي. هلا انا كان اهتمامي قبل بالنظم الصحي تبع الاطفال والام وكله، ولكن ابتداء من سنه تقريبا 2000 بلش العالم، مش ما كان يعني بلش لبنان من ضمن اوائل العالم اللي بلشوا يهتموا بامور لها علاقه بالنظم الصحيه لكبار السن. نعم. على فكره الصحيه والاجتماعيه مثل ما كثير مهمه اصلا. وبلشت هالدراسه فعلا. كمان بحب اذكر هون دور شخص يعني كثير بيشتغل معه، هي الدكتوره عبله سباعي. اسسنا بلبنان مركز دراسات كبار السن، سنتر فور ستاديز اون ايجينج.
وبلشنا فعلا النشاط، وكل ما عم نشوفه شفنا قديش العالم وكل دول العالم ان كان الغربيه وحتى العربيه صارت تعطي يعني تركز على موضوع كبار السن. هلا عم تعطيكي مثل كثير الموضوع. اول شيء لوقت مؤتمر مدريد سنه 2002 كان العالم ما كثير يعني مركز على المسنين. نعم. كان مركز مثل ما تفضلتي على طب الاطفال وعلى الام وعلى الولاده وعلى الريبرودكتيف هيلث وكل شيء. بس بعد 2002 ظهرت انه نسب معدل العمر عم يطول. ايه بس نسب المسنين زاد، كان اول شيء يقولوا 60 صار 65 سنه، ولا يمكن بعد عم بيزيد انه سن التقاعد يتقاعد. والنسبه بلبنان ظهرت لاول مره انه لبنان عنده 10.5% من السكان فوق ال 65. يعني بصوره قديش مقارنه تعتبر مع دول اخرى؟ يعني 10.5 هل هي نسبه عاليه؟ اعلى شيء بالدول العربيه، يعني نحن اعلى شيء بالدول العربيه بليها تونس كمان عندها نسبه عاليه تقريبا حوالي 8.5%. الدول العربيه اوطى، عندها نسب اوطى مشان بعد الفيرتيليتي ريت مستوى الخصوبه كثير عالي عندها. نعم. بالتالي الهرم بالدول العربيه مثل فلسطين وسوريا والاردن عندك تقريبا عدد المتوسط عدد الاطفال لكل امراه بين ال 15 وال 45 بين ال 4.5 و 5. نحن صار في 2.3. ويعني نحن تقريبا وصلنا على مستوى بسموه الستادي ستيت. مشان هيك نحن بنضلنا نقول نحن بلبنان 4 ملايين وشوي. بالدول الاردن مثلا زاد، كان اقل من لبنان، صار اكثر من لبنان 6 ملايين. بقى وقت تخف نسبه الاطفال وبطول العمر، ونحن مثلا دائما بقولوا نحن ب 30 سنه الماضيه كسبنا 15 سنه، كان مستوى المتوقع الحياه عند الولاده سنه 75 63 سنه، اليوم صار 78. يعني ب 30 سنه واحد قبض 15 سنه بونس. بقى مشان هيك صار واحد لازم يهتم بالمسنين، هيدي اول شيء. النقطه الثانيه انه المسنين ما عادوا الفكره انه والله صار عمره 64 صار هرم صار على التقاعد بطل يشتغل توفى بكير. هلا اكثريه الناس اللي بين ال 65 و 74 دراسات، هيدا مركز الوحده تقريبا ثلثين بانه عم بيشتغلوا. صحيح. وهلا برجع لك على اوروبا، بين ال 75 و 84 كمان في تقريبا 30% بعده عم بيشتغلوا. هلا شو عملوا بالدول الاوروبيه اللي هن مثل ما بتعرفي في موجه بتقول انه خلينا نعلي سن التقاعد، في ناس شو عم بيقولوا؟ لا خلينا نروح على التقاعد، اول شيء ارخص للمنظمه. ايه. اللي عم يعني عود ما تاخذ تدفع راتب لواحد عمره صار له 30 40 سنه. ايه. بتصير التكلفه اعلى. بس شو عم بيعملوا؟ عم بياخذوا التعويض وعم البنوك عم تعطيهم بعد الكابيتال تيبلشوا سمول بزنس. بقى بيروح الزلمه بيخلص من شغله، معه خبرته، معه علمه، هو وزوجته بيبلشوا سمول بزنس. قديش هذا الشيء عم يصير موجود كثير بلبنان؟ بلبنان ما بعرف. ايه ما هو بس بالدول يعني. بس الدول الغربيه والامريكيه كل السمول بزنس اكثريتها بيقوموا فيها الاشخاص اللي يعتبروا كبار السن. خلصوا شغلهم، يعني خلص اول شيء بينبسطوا مشان بيروحوا على بكره عندهم شيء يروحوا عليه، بيلاقوا ناس. اكثر شيء مضر لكبير السن هو العزله. أكيد. هو الدبريشن، هو قاعد بالبيت ناطر وعم بيشوف اصدقائه كبروا وهرموا وهو قاعد بالبيت، يعني هذه شيء بتاثر على صحته. أكيد. وعلى رفاهيته. هلا بدون شك نحن عندنا مشكله كبيره بلبنان، وصلنا شيء يمكن 17 سنه بنعالجها، مش بنعالجها بنحاول نعالجها، هي موضوع التقاعد. ايه. هلا التقاعد موجود بلبنان مثل ما بتعرفي بالادارات الحكوميه وبالجيش وبالقوى الامن والشركات الكبرى. والشركات الكبرى بس ما في ما موجوده بالشركات الاصغر. وبعدين في كثير نسبه من الاشخاص اللي هن عندهم عملهم الخاص. اللي ما عندهم تعويض بالتالي مجبورين يضلوا يشتغلوا، مشان هيك بيضلوا عندك نسبه العاملين بعد ال 65 وصحتهم منيحه وخبرتهم منيحه وبكفوا. هون يعني اللي ذكرته قصه موضوع النظم الصحيه والاجتماعيه اللي هن بترافقوا مع بعضهم واللي هن بخلوا حياه المسن كمان تكون مرتاحه اكثر وتكون عنده عيش كريم. يعني صحيح. اذا عم بتطول مده عمره مفروض كمان يحس حاله هو مرتاح، يحس حاله منتج، ما يحس حاله عبء على عائلته. مزبوط. نفسه وهيدا كثير مهم، كثير اساسيه. ايه. هذه الشغله. وقديش هون عم يتم العمل مثلا بالنسبه لموضوع النظم الصحيه والاجتماعيه مع الاشخاص المعنيين بموضوع انه رفع
سن التقاعد، لانه في كل سنه بلبنان بنعرف انه صعب انه يعمل انه مثلا ياخذوا التسهيلات ويفوتوا يبلشوا بزنس جديد لهم، يمكن بالدول الغربيه بتقبلوها اكثر، انما اذا عم نحكي على صعيد لبنان لا. بس في هون في ناس بياخذوا معاشهم تقاعدي واللمصم يعني المعاش التعويض اذا بدك، وبيبلشوا شغل او بكفوا بشغل. مش نحن نسبه اللي بيشتغلوا بمفردهم نسبة عالية يعني، مش كله، أكتريتهم بالشركات الكبيرة والدولة. هلا من هالناحية بدي بس ركز شغلة واحدة كمان، واحدة من أهداف النشاط تبع 27 أيلول نركز على شو الدولة بتعمل لكبار السن. هي بيناتنا نحن في عنا جو عام إنه الدولة ما بتعمل شيء، مثلا نحن عم نركز على وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي أكترية الوزارة الأم تهتم بالمسنين، وعندك اللجنة الوطنية لكبار السن، وعندك وزارة الصحة، هدول الوزارتين بتاعنا فيهم، أكيد في وزارات تانية بتاعنا فيه. ولكن في كتير خدمات بقدموها والناس ما بتعرفها، يعني مثلا خدي وزارة الصحة مشان بعرف أكثر بالصحة أنا، إنه كل الأمراض المزمنة متوفرة ببلاش لكبار السن، مش لكبار السن، للكل، بس إن أكثرية الأدوية اللي بتعالج الأمراض بس المزمنة، بس إن أكثرية الناس اللي عندهم أمراض مزمنة هن من كبار السن متوفرة، وبيشتغلوا مع الواي إم سي إيه في تقريبا 400 مركز لتوزيع الأدوية. في عندك المعالجة، صحيح معنا ضمان شيخوخة، ولكن وقت وقف وزارة الصحة أخذت على عاتقها تطبيب، اما تطبيبهم بالمستشفيات الخاصه والعامه. وزاره الشؤون عندها دور الرعايه، ووزاره الصحه دور الرعايه، يعني دور المأوى العجزي ودار العجزي ودور الرعايه وبيت الديسيوس وعندك كمان مثلا نوادي لكبار السن، كثير مهم هاي النوادي تيروحوا يغيروا يشوفوا اصحابي. لانه هون بعض اوقات المفهوم بعده شوي صعب، يعني اوقات بيعتبروا انه كيف واحد هون، لانه بمجتمعاتنا الشرقيه انه واحد بده يترك الشخص الكبير عنده بالعائله، يعني المسن الام او البي بده يتركوهم بمكان لحالهم. لا بس هي مضبوطه وبعدها صحيح. لا وبالعالم هلا صار في رده فعل انه لا ما تاخذوهم على دور الرعايه، جربوا قد ما فيكم خليهم بالبيت، هن بركه بالبيت اصلا، وساعدوا الاسره أكيد. بالبيت تتهتم فيها. بس خليني اعطيك لبنان كمثال، عندك تقريبا 10.5%، يعني عندك 450 الف مسن بلبنان فوق ال 65. انت كل اللي قاعدين بدور الرعايه بلبنان ما بيتجاوزوا 3000 3500، صحيح، منهم اكثريتهم اول شيء عايشين ببيتهم ما عايزين حدا، باقيين عايشين بالتعاون مع اسرهم. بس هيدا ما بيمنع انه لازم كمان الدوله تهتم للاشخاص اللي ما عندهم القدره الماليه اكيد هيدا الكثير اساسي، والكير جيفرز كمان اكيد هيدا مهم جدا. نحن ما نشكر كثير وجودك معنا، ونهار الاحد رح نكون بموعد اكيد مع حضرتكم ومع كل الساندات رح يكونوا ان شاء الله بجنينة الصنايع، وفي عندنا 42 جمعيه مشاركه اكيد معنا. رح يكونوا مشاركين. نحن بدءا من الساعه 10 الصبح بعالم صباح رح نكون بنقل مباشر وقت بين الاستوديو وبين جنينة الصنايع، والدعوه مفتوحه للجميع اكيد، وال42 جمعيه رح يكونوا جاهزين لاستقبال هالاشخاص. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله اكيد بدلكم بهالهمه لاحتضان هالاشخاص اللي هم فعلا زينة الحياة وبركة بالبيت بدلهم. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل، شكرا لك. رح نتابع بعد لحظات محطتنا المفصلة مع الشيف سليمان، خليكم معنا.